هنا القاهرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل علي. احلى بنات، وحشتوني جدا جدا جدا، وحياة ربنا وحشتوني، وحشني الروتينات. قلتولي صوري فلوجات، بقيت اصور فلوجات خارج البيت، بقى يجيلي ديسلايك كتير على الفيديو. ايه يا جماعة، يعني انا اسمع كلامكم تحطولي ديسلايك على الفيديو؟ مش مشكلة، اي حد بيحطلي ديسلايك طبعا رأيه يحترم، مش عاجبه الفيديو تمام، مفيش اي مشكلة. طبعا انا بتكلم على فيديو جولة في المناصرة، وجايبه لكم الاسعار، وتعبانة فيديو فعلا في الفيديو ده، بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. المهم ان انتوا وحشتوني، وروتين جديد ويوم جديد، وكله يقول لي الف مبروك على اوضة الولادة الجديدة. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق، ويا رب اللي نفسه في حاجة يجيبها. يلا نبدأ يوم من أوله كده. بصوا يا بنات، دي أقراص فيتامين سي، حلوة جدا جدا لو انت بتحسي بالخمول، لو انت بتحسي انك على طول تعبانة، فيتامين سي ده حلو جدا جدا. كمان جبت شوية فيتامينات بجد، أنا ماشي عليهم الدكتورة اللي كانت كاتباهم لي، لأن طبعا ولادة أربع أطفال بتاخد من الفيتامينات اللي في الجسم، وبتاخد كل حاجة. عايز أقول لكم إن النوع ده مستورد، مش النوع المصري، النوع المستورد بـ84 جنيه، أما النوع المصري بـ16 جنيه. أنا جربت ده وجربت ده، لقيت إن الفوار فيتامين سي المستورد أحلى، وطعمه أحلى، وحلو جدا جدا. يلا بقى نروح نشوف هنعمل إيه. يلا صحيت بدري وهنفطر، علشان النهاردة هنفرش أوضة العروسة أو أوضة العرسان اللي هي غرفة ولادي الجديدة، وطبعا محتاجة رأيكم جدا فيها. وعايزة أقول لكم حصل معايا موقف ضايقني جدا جدا، بس عايزة أقول لكم على مين. أنا لما بكون فرحانة وأي حد يعكنن عليا ما بسمحش لده، وما بفصلش الفرحة، بستمر في فرحتي حتى لو اللي قدامي مش فرحان لي، مش مشكلة، أهم حاجة أنا فرحانة لولادي. أهم حاجة إني بعد 12 سنة ربنا عوضني خير. أنا كان نفسي في الأوضة دي بقالي 12 سنة من ساعة ما اتجوزت، فلما جبتها وجبتها بالأناقة دي والشياكة دي، فطبعا الحمد لله يا رب لك الحمد، هو توفيق ربنا في الأول وتعاونكوا معايا بيبسطني جدا جدا. بصوا هنا أنا عملت سندوتشات كده بسيطة، علشان عارفة إن اليوم طحن، وديت الصبح ولادي الدرس، هما بيروحوا الدرس الساعة 8 الصبح، دي دورة مدرسية، بيقعدوا من 8 لغاية الساعة 1، ولو عندهم قرآن بيقعدوا لغاية الساعة 3. فأنا وديتهم وصحيت من بدري نشاط وحيوية كده، فطرت، وبعد كده عملت كان عندي روتين اللي هو الخفيف، طبعا ما صورتهوش، صورت لكم من اول ما جيت افرش غرفه الولاده عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هنا هقعد افطر. بالمناسبه يا جماعه، بصوا عايزه اقول لكم ان في تغييرات كتيره حصلت في الشقه، هجيبها لكم واحده واحده، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. هنا دخلت الاوضه بتاعه الولاد فاضيه زي ما انتم عارفين، نظفتها وكنستها، وطلعنا الاوضه الجديده زي ما انتم عارفين اهو، اشتريت الاوضه للولاد، عايزه رايكم فيها. طبعا بدات ان انا افرشها، وطبعا السراير عايزه تتربط، والدولاب عايز يتربط، وكل حاجه. طبعا مش انا اللي ربطت الكلام ده كله، ده كان ولاد اختي الشباب معايا، فهم اللي عملوا لي كده. عايزه اوريكم ان الاوضه فخمه جدا، وما شاء الله تقيلة كده، ومش ما جبتهاش الصراحة اللي هي عليها الأشكال والكلام ده، عشان انتوا زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات أنا قلتلكوا أسعار الأوض، الأوضة لقيتها بقى بـ2500 جنيه اللي هي ملونة دي، ده شغل سوقي، لكن ما عجبتنيش خالص. أنا جبت حاجة خشب زان، حاجة تعيش مع أولادي، حاجة كمان تبان إن هي شبابي، مش غرفة أطفال صغيرة، علشان يا رب يطول في عمرهم، انا مش هغير كل يوم. فلما حبيت اشتري حاجه تعيش معاهم ان شاء الله وتبقى متينه، عايزه رايكم فيها. بصوا طبعا احنا يعني ركبناها، خدت معانا وقت طبعا، لاني التركيبه ما كانش سهل. بصوا دي الاوضه الشكل النهائي، دول سريرين، وكمان في كومودينو بين السريرين اهو، وفي دولاب، كمان جبت مكتب للولاد. عايزة اقول لكم حصل موقف كده، ان حماتي حسيتها متضايقة، انتوا عارفين ان هي عايشة معايا في نفس الشقة وكده، حسيتها ان هي متضايقة، بس مش عارفة هي متضايقة ليه الصراحة، معرفش بقى عشان انا غيرت الاوضة ولا ايه، الله اعلم. انتوا زي ما انتوا عارفين ان الاوضة التانية
يعني كانت اتهلكت لدرجة ان ناس كتير من المتابعين يا نوكا غيريها للولاد يا نوكا غيريها للولاد. مش عارفة هي اتضايقت ليه، الله اعلم. يلا بقى اخوكوا جولة بسيطة كده في الأوضة بعد ما فرشتها بالتفصيل، وخلي بالكم ان هي بالتفصيل. حبايبي دول السريرين اهو، بس هنلاقي هنا مرتبه جديده، دي اللي انا اشتريتها، ودي المرتبه اللي كانت عندي. وبرده يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده ان هي تاكي اهي، بصوا بس انا مركبه لها كيس مش اكتر. طبعا دي حلوه ودي كمان جميله، ما رضيتش اغيرها، نوعها حلو بس شكل التلبيسه نفسها مش حلو، هبقى اغيرها بعد كده. دي كمان الستاير اللي ركبتها، قولوا لي رايكم فيها رايقه ولا لا، عشان دي اوضه اولاد وبنات، لسه كمان ما ركبتش الملايات او الفرش فيها يعني. بصوا بقت تحفه جدا جدا الاوضه، بسم الله ما شاء الله، تحسوا ان هي اوضه فنادق. ده الكومود بتاع الاوضه، هشيل بس من عليه الستاره عشان يبان اهو، عليه الازازه بتاعته. ده الكومود اهو. بسم الله هنفتح ادي اول درج والتاني. ايه يا بابا؟ اجيبهاش الاوضه دي. ماشي. هنا بقى ده الكرسي كمان اللي جبته من هناك اهو، بصوا انا جبته اهو، حلو جدا. جبت ال اهو يا جماعه، ده درجين. و ضرفه، ده بيعلى ويوطى، الكرسي ده ممتاز جدا. هجيب بقى الدولاب اهو، دي ضرفه اهي، بسم الله ما شاء الله، ادي فيها رفين كمان في الدرفة اللي هي المراية دي اهي، في كمان الدرفتين دول مش بمراية، في رف فوق كمان، انا لسه هنا هركب الماسورة. تمام، في فرقة في النص، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تلات ارفف اهو. كمان جبت الشزلونج ده من عندهم، ده الشزلونج ده اللي هو صحارة بتتفتح كده وليها مساند اهو، بس ولادي حطوا فيها لعبه على طول اهي، حلو جدا جدا وشكله تحفه وماشي مع الاوضه. انا اصلا كنت جايباه كرسي ليه يعني احطه في عرض السفره، فانا لسه مش عارفه اسيبه هنا ولا لا. بس هو ممتاز جدا، ممكن تحط فيه الشنط بتاعت الولاد، الشنط بتاعتك في غرفه النوم، حلو جدا جدا اهو. هجيب لكم الدولاب على بعضه اهو يا جماعه، الدولاب تلاتة درفة اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة. عايزة اقول لكم ان اللون ده نفس لون غرفة النوم بتاعتي، اوضة النوم دي دولاب وسريرين والكومود ده. انا بقى زودت عليه المكتب ده، مش عارفة يا جماعة المكتب، طبعا انا كان نفسي اجيبه ابيض جدا، ما لقيتش خالص غير اللون ده، يعني ده اللون الوحيد اللي مشي مع الاوضة. طبعا كنت اتمنى طبعا ان انا اجيب حاجة تمشي اكتر اهو. جبت بقى الكرسي ده المريم اهو، دي جبت بقى برضو، بصوا دي جبتها ليونس بالمرة يعني، قلت اوريها لكم، بس دي جبتها من شارع العشرين وانا ماشية، ما جبتهاش يعني من العتبة، فحبيت اوريكم ده الروتين بتاع النهاردة من اول ما جيت اركب لغاية ما الاوضة كده. لسه طبعا محتاجه اجيب سجاد، قولوا لي رايكم اجيب سجاد ايه، اجيب اللي فيه رسومات اطفال ولا اجيب حاجه تمشي مع الستاره. كمان عايزه اقول لكم اني انا جبت الاوضه دي، في ناس كتير بيقولوا لي شكلها شبابي يعني كبيره عن سن اولادي، بس طبعا انا مش هجيب اوضه كل يوم، انا بقول لكم انا جبت الاوضه دي بعد تعب 12 سنه كنت بتمنى ان انا اجيب، فلما جبتها شبابي شويه لان هم هيكبروا، يعني انا عندي اتنين كبار، فخلاص بدل اجيب بقى اللي فيها الوان والكلام ده، حبيت دي حسيتها راقيه اكتر، شغل فنادق. عايزه اقول لكم ان الجوله الاخيره للاوضه دي مش هتبقى دلوقتي خالص، لان انا لسه هنزل هشتري فرش جديد ان شاء الله، هشتري لهم الحفه، هشتري لهم سجاد، هشتري هنا من العتبه الارفف اللي بتبقى محطوطه في الحيطه دي، الارفف المربعه فوق المكتب، هنعمل شغل عالي جدا. هنا كمان هنعمل برضو كام برضو رف، فالدنيا هتبقى تمام جدا. ممكن كنت حابة ان انا اجيب شاشة تلفزيون في الوش هنا، هحطها هنا كده، هشوف برضو هينفع ولا لا، لسه هاخد رأي جوزي لان هو رافض اني احط شاشة. بس دي كده جولة، مش جولة دي، بس انا بفرجكم شكل الاوضة. لو حابين تعرفوا الاسعار او حابين تعرفوا الحاجة، طبعا انا قلت لكم منين،
في فيديو نزل كامل في جوله في المعرض. لو حابين ان انا اقول لكم الاسعار بتاعه كل حاجه من دي قولوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله في الجوله الاخيره اللي هجيب فيها الستاير والفرش واخوكم جوله اخيره في الغرفه ان شاء الله هبقى اقول لكم على كل حاجه. ما تنسوش تحطوا اللايك ويكتبوا لي كومنت حلو، وسيبيه يا توته سيبيه يا ماما. حطوا لايك، حطوا لايك. انت عيط ليه؟ توته توته مسكتك قالت لك ما تخش عند ماما عشان بتصور. هبوسه حبيبي. هو كان بيعيط عشان يخش لي، فمريم مسكته انا عشان ما يخشش عشان التصوير. يلا يا جماعه مش عايزه اطول عليكم. كلمه السر النهارده: سبحان الله وبحمده عدد خلق ورد نفسه وزنه عرشه ومجيد كلماتك. يا رب لك الحمد على النعمه والفضل اللي انا فيها واللي انا وصلت له. عايزه اقول لكم الجوله الاخيره هتتبهروا جدا بيها، لان انا هعمل ديكورات كتيره في الحيطه بالارفف، وكمان هركب لكل سرير كده رفه جنبه. فيعني انتظروا ان شاء الله الجوله الاخيره دي. مش الجوله الاخيره دي، انا حبيت اطمنكم، وعشان في ناس كتير سالتني دي ايه؟ دي ايه؟ زحليقه؟ اسمها ايه؟ طبعا بعد ما خلصت فرش الاوضه كنت هلكت هلكت هلكت، وكمان طبقت الهدوم بتاعه الولاد وفرشت لهم كده فرش على السراير. يعني بصوا دي مش الجولة الأخيرة خالص، انتظروا أنا هعمل أفكار حلوة جدا وهتنفعكم جدا جدا اللي حابب يغير من الديكورات بتاعة غرفة ولاده. طبعا كنت خلصت وخلصت، فبعت بقى جوزي قلت له أنا مش قادرة أعمل غدا، أنا هعمل بس رز في البيت. ده الرز اللي أنا عملته، كمان ده السمك، جبنا سمك جاهز بأمانة لأن خلاص بقى كنا جعانين جدا. طبعا عملت شويه رز كده اللي هو رز السمك اللي بالبصل ده، وجبنا سمك سنجاري طعمه حلو جدا اللي هو البوري ده، بيبقى طعمه ممتاز جدا. سريع كده، حاجه سريعه عشان الحق اكل، وكمان الحق اذاكر للولاد، وكمان يلحقوا يناموا، فالوقت ما كانش هيسعف معايا ابدا. فاتمنى ان انتوا تحطوا لي اللايك بالله عليكم، ترجعوا بقى تتابعوني تاني وتحطوا لي اللايك، وترجعوا كومنتات جميله زي بتاعه زمان. وكمان ايه رايكم بقى في شوربه السيفود؟ بصوا تحفه جدا، عندنا بتاع سمك جنب البيت، عايزه اقول لكم خطير، عامل شوربه السيفود بطريقه حلوه جدا جدا جدا. ان شاء الله نبقى نعملها في البيت مع بعض. بصوا بقى حاطط لي ايه ده، ده اسمه كابوريا دي ولا ايه، انا ما اعرفهاش، اصل انا في الكابوريا وكده يعني مش تلاقوني جايه معاكم قوي. اللي يعرف ايه دي يقول لي عليها يا جماعه، دي كابوريا ولا مريم تقول لي ده سلطعون، ايه اللي سلطعون يعني مش عارف. المهم بصوا عامل ازاي، كابوريا والله. مريم كانت مستغربه من شكله جدا. فيلا بقى هنروح ناكل، وكده الروتين بتاعنا خلاص يا جماعه خلص. ويا رب تكون الاوضه عجبتكم يا جماعه بالله عليكم، قولوا لي رايكم في الاوضه لان رايكم يهمني جدا جدا. بصوا يعني جوزي مبسوط بها جدا، وانا كمان حاساها حلوه جدا، بس برضو في حد من اخواتي قاعد يقول لي لا انت المفروض كنت جبتيها اوضه اطفال اكتر، الوانات غير دي وكده، بس انا حاساها مودرن جدا وحلوه. فانتوا ايه رايكم بالله عليكم؟ لو انت هتشتري لاولادك كنت هتشتري اوضه زي دي، ولا كنت هتختار اختيارات تانية؟ فرايكم يهمني جدا جدا. ما تنسيش بالله عليك تحطي لي اللايك، تحطي لي كومنت كده حلو، وتذكروا اللايف في الفيديو ده، وتقولوا لي دعوه حلوه كده لاولادي ان ربنا يهنيهم في الاوضه دي. كان معاكم نوجا، ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.